وأمام ركلة الجزاء لديلبيرو. ديلبيرو والهدف الأول يأتي، والهدف الأول يأتي عن طريق الفتى الذهبي لليوبي أليساندرو ديلبيرو. ومن سواك يا ديلبيرو، ومن غيرك يا ديلبيرو، اللاعب الذي يأتي بالهدف الأول. وكراتسي كابيتانو ديلبيرو، نعم هو الشعار للقائد الملهم لجماهير اليوفي أليساندرو ديلبيرو في مقص المرمى للحارس ستيفانو سارنتينو. وهذه الكرة لا يراها حارس المرمى، هذه تشوفها في الإعادة، شوف سكاي سبورت، شوف الجزيرة الرياضية بالإعادة، شوف هذه الكرة لم يراها ديلبيرو، فقط قال لجيبها من الشبكة ياسر إينو. وليساندرو النجم الكبير الذي يصل تري أنشط وأروع حتى الآن أداء من جانب، ولكن هنا نبدي. يا سلام يا سلام، تكلمنا عن الروعة فلا بد أن تأتي الروعة بلمسة ديلبيرو، ولكن يرد علينا حازم ليساندرو ماتري بهدف يأتي الآن والثاني لليوفي. ثنائيات اليوفي الآن ترسم في الأولمبيكو بهدف ولا أروع ولا أجمل، ولكن لمسة ديلبيرو هذه تبروز وتوضع مع الإنجازات. شوف ديلبيرو، شوف النجم الملهم، يا سلام على النظرة، على اللمسة، على اللقاء، فابتسامة لليوفي تأتي بأقدام أليساندرو ماتري. ولكن لعبة أليساندرية، لعبة أليساندرية بدأت من ليساندرو ديلبيرو لتوأم الهجوم ليساندرو ماتري، وماتري يرد الهدية والتمريرة لديلبيرو بهدف ولا أروع ولا خطأ أمامنا ولا استفادة حتى الآن من الأخطاء. كرة ملعوبة والهدف يأتي الآن، والهدف يأتي الآن لكيفو، يقلص الفارق الضيم، يقلص الفارق، والأصوات تهدأ ويغلب عليها الصمت في ملعب الأولمبيكو. شوف الكرة الماضية مرت يا بوفون، والمتابعة في المرمى، والهدف الأول من البديل ماريانو، البديل فرناندو أريبي يأتي بأولى الأهداف. صعبة صعبة على بوفون، والهدف الأول يأتي الآن بلقطة ممتازة عن طريق كيفو، ولعت المباراة بفارق الهدف. حتى الآن متشيا بهدف، كيف يحاول؟ محاولة والثاني، والثاني فعلها كيفو. غريبة عجيبة المباراة تعود مجددا لكيفو، ما أروعك ما أجملك يا كرة القدم، يعود كيفو مجددا. هي كرة القدم يا حبيبي، هي كرة القدم يا حبيبي، هي كرة القدم، لا عظمة بواقع الأقدام الكروية. يعود، شوف الأولى في القائم، تعاطف مع أصحاب الأرض وأبناء الملعب، وهنا الحسرة لضياع الكرة يا سيرجيو بليزر، ولكن زميلك أبى إلا أن تعانق وإلا أن تفرح.